مفروض ان انا الفيديوهات دي هتظهر على الصفحة الرئيسية، يبقى ههتم بصورة مصغرة وبعنوان على ان يتضمن عنوان الايه؟ الكلمة الرئيسية المستهدفة. ايضا الصورة المصغرة لابد وان تتضمن كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ فيديو النهاردة هتكلم معاكم على متى يقترح اليوتيوب فيديوهاتك. متى يقترح اليوتيوب فيديوهاتك؟ هتكلم عن الفيديوهات المقترحة، ازاي بيقترح اليوتيوب فيديوهاتك، وازاي حضرتك تقدر تزود نسبة اقتراح اليوتيوب لفيديوهاتك، سواء كان على الصفحة الرئيسية او على صفحات المشاهدة او على صفحات البحث. النهاردة هقول لكم كلام ممكن حضرتك تكون لأول مرة تسمعه، ركز معايا عشان تقدر تستفيد وتبدأ تظهر فيديوهاتك مقترحة من اليوتيوب، ويبدأ اليوتيوب يزود نسبة اقتراح فيديوهاتك على صفحات المشاهدة والصفحة الرئيسية وصفحات البحث. اهلا بحضراتكم مرة تانية. اولا لابد ان انت حضرتك تعرف ان احنا بنقول خوارزميات اليوتيوب، لكن لازم تعرف ان الخوارزميات دي مجموعة خوارزميات، يعني كل خوارزمية لها دور معين. بداية اول حاجة هتكلم عنها، حضرتك ممكن تكون لاول مرة تسمع الكلام ده، حضرتك في حاجة اسمها او انا هسميها اجتهادا كده خوارزمية فهم محتوى الفيديو. خوارزمية فهم محتوى الفيديو دي اول حاجة، ايه عملها وبتعمل ايه لما حضرتك ترفع الفيديو على اليوتيوب. بداية انا في فيديو هيظهر في علامة الاي دلوقتي او هتلاقيه في وصف الفيديو، انا قلت لك حضرتك في حاجة مهمة جدا قبل ما تحمل الفيديو على اليوتيوب او ترفع الفيديو على اليوتيوب، لابد من تسمية اسم ملف او الملف الخاص بالفيديو. دي نمرة واحد، اول حاجة ان انت بتعمل اسم الملف الخاص بايه؟ بالفيديو. تاني حاجة، واللي الاغلبية ممكن ما يعرفش الكلام ده وممكن حضرتك تكون لأول مرة هتسمعه، ان ايضا الصورة المصغرة اللي انت هتعملها للفيديو لابد ان يكون لها اسم للملف الخاص بالصورة المصغرة، وركز في الحاجتين دول، يبقى اسم الملف الخاص بالفيديو واسم الملف الخاص بالصورة المصغرة. تمام، يجي هنا دور خوارزمية فهم محتوى الفيديو. حضرتك رفعت وحملت الفيديو على اليوتيوب، انت كده لما عملت اسم لملف الفيديو واسم لملف الصورة المصغرة، انت عملية ضبط للفيديو قبل رفعه وتحميله على اليوتيوب، بالإضافة إلى العنوان ووصف الفيديو. تمام، مع إن أول حاجتين اللي أنا قلتهم لحضرتك هم دول اللي بيبقوا قبل إيه؟ قبل رفع وتحميل الفيديو على اليوتيوب، اللي هم اسم الملف الخاص بالصورة المصغرة واسم الملف الخاص بإيه؟ بالفيديو. نيجي لدور خوارزمية الفهم. خوارزمية الفهم من خلال اسم الملف الخاص بالصورة المصغرة واسم الملف الخاص بالفيديو والمحتوى الفيديو نفسه. طبعا احنا بنرفع الفيديوهات بنتكلم باللغة العربية. الخوارزميات وأنظمة اليوتيوب اكيد اللغة الأساسية بتاعتها هي اللغة الإنجليزية. اسم الملف للصورة المصغرة واسم الملف لمحتوى الفيديو ده بيسهل على خوارزميات الفهم ان هي تفهم محتوى الفيديو الخاص بحضرتك.
خلاص خوارزميات الفهم فهمت المحتوى، بيجي دور الخوارزمية التانية اللي هي ايه؟ خوارزمية الاقتراحات. خوارزمية الاقتراحات دورها كالآتي: مجرد من الفيديو حضرتك حملته على اليوتيوب ورفعته على اليوتيوب وعملت له ضبط قبل الرفع، الحاجة اللي احنا قلناها، والضبط للفيديو بعد رفعه على اليوتيوب، ده ليه فيديو خاص، تمام؟ بتبدأ خوارزمية الاقتراحات تقترح الفيديو على عدد محدود من المتابعين في قناتك او لقناتك، انا اسف، والمشتركين في قناتك. ليه انا قلت المتابعين لقناتك والمشتركين في قناتك؟ لان ممكن بعض المتابعين يكونوا بيترددوا على قناتك دون الاشتراك، اما المشتركين فهم مشتركين اصلا. فخوارزمية الاقتراحات بتبدأ تقترح الفيديو بتاع حضرتك على عدد محدود من المتابعين والمشتركين. طب ليه على عدد محدود؟ هي خلاص اخدت من خوارزمية الفهم الفيديو او محتوى الفيديو بيتكلم عن ايه، فبتبدأ بقى بالارتباط باشارات مرتبطة بالمشاهدين، تبدأ تقترح الفيديو على البعض، وتبدأ تقترح الفيديو على عدد محدود من المتابعين والمشاهدين، وتنتظر. تنتظر ايه بقى؟ مش هي اللي هتنتظر، دي خوارزمية الاقتراحات خلاص اقترحت. هيجي دور الخوارزمية الثالثة، خوارزمية رقم 3. الخوارزمية رقم 3 بتبقى متربصة بالفيديو. مش معنى متربصة ان هي التربص تربص يعني، لا، هنا بتعمل حاجة اسمها بنقول عليها اللي هي تحليل مستوى اداء الفيديو. هتشوف المشاهد شاهد قد ايه من الفيديو، هل استمر في المشاهدة حتى نهاية الفيديو، بتحلل مقاييس التفاعل مع الفيديو. واحنا عارفين خلاص، عرفنا ان مقاييس التفاعل دي يعني كام اعجاب تم على الفيديو، او كام ديسلايك تم على الفيديو، هل المشاهد اثناء مشاهدة الفيديو دخل على القناة واشترك في القناة، هل المشاهد عمل مشاركة للفيديو، هل المشاهد دخل شاهد 10 ثواني 30 ثانية وخرج من الفيديو. كل ده تحليل لمستوى أداء الفيديو. في أهم عاملين بتستند عليهم خوارزمية التحليل اللي هم إيه، ودول مرتبطين أيضا بمقاييس التفاعل اللي احنا قلناهم دول، لكن أهم حاجتين اللي أنا أقولهم لحضرتك دول وهقول لك بالترتيب، الأول فيهم إيه والتاني فيهم إيه. أول حاجة اللي هي متوسط مدة المشاهدة، بمعنى إيه؟ بمعنى لو الفيديو بتاع حضرتك مدته 10 دقايق، ولو حسبت متوسط مدة المشاهدة وكان 4 دقائق، بيتجمع عدد الدقائق تمام؟ وبيتقسم على عدد المشاهدين، فطلع لنا المتوسط 4 دقائق. يبقى هنا النسبة المئوية لمقدار المشاهدة على الفيديو ده كام؟ أيوة 40%. كل ما زادت النسبة المئوية لمقدار المشاهدة ومتوسط مدة المشاهدة، كل ما أخذت خوارزميات تحليل أداء أو تحليل مستوى أداء الفيديو انطباع إن الفيديو ده جيد، وتبدأ تقترحه على مستخدمين ومشاهدين آخرين على نطاق أوسع. معلش أنا آسف، ركزوا معايا في الكلام ده، لأن الكلام ده هو أساس عمل خوارزميات اليوتيوب والاقتراحات، وفيديوهاتك بتقترح بالطريقة دي، تمام؟ طب ده العامل الأساسي الأول. العامل الثاني اللي هو نسبة النقر إلى الظهور، يعني كم واحد من اللي ظهر لهم الصورة المصغرة للفيديو نقر وضغط على الصورة ودخل شاهد الفيديو. مش دخل شاهد الفيديو بس، يعني مدة بقائه على الفيديو قد ايه، هل شاهد الفيديو حتى النهاية،
هل غادر الفيديو بعد 10 ثواني 30 ثانية؟ تمام؟ طيب كل ما زادت النسبة المئوية لمقدار المشاهدة وكل ما زاد معدل النقر لكل ظهور للصورة المصغرة، أكيد خوارزميات تحليل والتحقق من مستوى أداء الفيديو ما أخدت انطباع جيد على الفيديو ده وهتبدأ تقترحه على نطاق أوسع على المشاهدين. طيب لو الكلام ده قل، نسبة المئوية لمقدار المشاهدة قلت و يعني لا يهتم المشاهد بظهور الصورة المصغرة وبيعدي الفيديو وبيقلب وما بيشوفوش وما بيدخلش ينكر عليه، ده هنا خوارزميات التحقق من مستوى أداء الفيديو بتاخد انطباع سيء عن الفيديو، بالتالي بالبلدي كده بتموت الفيديو وبتركنه على الرف. عشان ما طولش الفيديو على حضراتكم، دور خوارزمية الاقتراح خلاص عرفناه، خوارزمية تقييم مستوى أداء الفيديو ده الأهم، لأن دي هي اللي بتدي يعني درجة من 10 للفيديو، 1 من 10 بتموت الفيديو، 8 من 10 بتبدأ تقترح الفيديو، بتدي مؤشرات. الاقتراحات دي بتبقى مرتبطة بمؤشرات وفقا لسجلي البحث والمشاهدة لكل مشاهد، لكل مشاهد. انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون في شيء من الصعوبة، لكن صدقوني هو ده اساس عمل اليوتيوب، اساس اقتراح اليوتيوب لفيديوهاتك. طيب عشان انا ازود نسبة اقتراح اليوتيوب لفيديوهاتي، مفروض ان انا الفيديوهات دي هتظهر على الصفحة الرئيسية، يبقى ههتم بصورة مصغرة وبعنوان، على ان يتضمن عنوان الايه؟ الكلمة الرئيسية المستهدفة. ايضا الصورة المصغرة لابد وان تتضمن كلمة توحي بمضمون الفيديو، اللي هي الكلمة الرئيسية المستهدفة اللي احنا بنقول عليها. يبقى ده الصفحة الرئيسية، صورة مصغرة وعنوان. طيب الفيديوهات المقترحة لما تقترح على صفحة المشاهدة، أنا آسف، وأيضا برضو الصفحة الرئيسية فيديوهات مقترحة، أو اليوتيوب بيقترح فيديوهاتك على الصفحة الرئيسية. طب بالنسبة لاقتراح اليوتيوب لفيديوهاتك في صفحة المشاهدة، أيضا صورة مصغرة وعنوان، لكن في عامل ثالث مش بيبقى مرتبط بالفيديو بتاع حضرتك، هو مدى رضا المشاهد عن الفيديو اللي هو بيشاهده. يعني ما عجبوش الفيديو اللي هو بيشاهده وحضرتك جيت بعديه في الاقتراحات، او تالت فيديو او تاني فيديو او اول فيديو او رابع فيديو، فممكن يدخل يضغط على الفيديو بتاع حضرتك لو عجبته الصورة المصغرة ولقى العنوان بيتضمن كلمة هو بيبحث عنها. طيب بالنسبة للاقتراح بقى، خوارزمية البحث هتهتم بصورة مصغرة وهتهتم بعنوان وهتهتم بأول سطر ونص أو سطرين من وصف الفيديو، لابد أيضا أن يكون بيتضمن الكلمة الرئيسية المستهدفة في الفيديو. أيضا لابد وإن أنت تهتم بالكلمات المفتاحية في صندوق العلامات، إن الكلمات دي لو حصل توافق بينها وبين ما يكتبه المشاهد في محرك بحث اليوتيوب فبيظهر له الفيديو بتاع حضرتك. وطبعا الترتيب هخلي له فيديو معين برضو عشان ما اطولش معاكم الفيديو ده، انا اسف. تمام، ده بالنسبة لاقتراح البحث، لاقتراح الصفحة الرئيسية، لاقتراح صفحة المشاهدة. اليوتيوب اساس عمله هو اقتراح. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بشكل مبسط، وآسف للإطالة، تحياتي.